آخر حاجة، اسمح لي يا سيادة الرئيس إن أنا أرجو سيادتك في حاجة. أنني أتمنى أن تعلن أن الشباب المصري الذي لم يرتكب عنفا والذي لم تصدر ضده أحكام قضائية نهائية، أن تعلن فيها يعني في أقرب فرصة نوع من العفو عنهم حتى تزال آخر صورة للشباب. أشكر الكاتب والمفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب.